عبر الهاتف استاذ ابراهيم عثمان الناقد الرياضي. يا مساء الخير عليك، مساء النور عليك يا شيماء، مساء النور لكل مشاهدي تايم سبورتس. منورنا اكيد في 7 في 7 على تايم سبورتس، وعايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، منها طبعا لقاء السوبر، عايزين نتكلم عن تقنيه الفار، وعايزين نتكلم كمان عن الاهم واللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، المدير الفني الجديد لبرشلونه ستيان، وبعد طبعا تولي المهمة الفنية لبرشلونة بعد إقالة المدير الفني السابق لبرشلونة بالفيردي. يمكن الاحداث متتاليه في الايام الاخيره الاسبانيه تحديدا بعد خساره برشلونه من اتلتيكو مدريد في نصف نهائي كاس السوبر نتيجه 3-2. خلاص كل كان واضح، كل المؤشرات بتقول ان ارنستو فالفيردي بيعيش ايامه الاخيره في البارسا، وكان تحرك سريع جدا من الاداره مع اول خيار ليهم تشافي هرنانديز نجم الفريق السابق ومدرب السد القطري حاليا. لكن تشافي كان متردد في ان الثقه فقدت تماما في ارنستو فالفيردي، وبالتالي اتخذ قرار الاقاله بعد حوالي 3 ايام او 4 ايام من نهايه مشوار برشلونه في كاس السوبر، فقدان اللقب على ايد اتلتيكو مدريد. مدريد، شفت ريال مدريد مستواه عامل ازاي في الفترة اللي فاتت تحت قيادة زين الدين زيدان؟ سبحان الله، بقى العكس تماما على النقيض. زيدان بدا بفتره من نقول قله ثقه فقدان ثقه وخلاص، وكان في مشاكل كتيره جدا بتحوم حوالين الفريق، ولاعيبه هتمشي لعيبه هتقعد ومستوى متذبذب ونتائج متراجعه تماما سواء في الدوري او حتى كان مستوى غير مقنع في دوري ابطال اوروبا. لكن جت مباراه الكلاسيكو مع برشلونه رغم انها انتهت بتعادل سلبي في الكامب نو، لكن ريال مدريد قدم ماتش كبير جدا جدا جدا، وبعدها السوبر الاسباني يكسب فالنسيا 3-1، وبعدها يكسب اتلتيكو مدريد حتى لو صحيح بطولات الترجيح. لكن البطوله دي قلبت عدم الثقه الى الموازين، ثقه صحيح كامله مره ثانيه في زين الدين زيدان وامكانياته، وان الراجل جه والفرقه ناقصه وما فيش صفقات ثقيله، وحتى ايدن هازارد بعد ما اشتروه اصابات كتير جدا بعدته عن التشكيل الاساسي، لكنه بقيت اكتشف الفريق واكتشف بعض اللاعبين الموهوبين زي فيدريكو فالفيردي تحديدا في وسط الملعب، يعتبر من احد اكتشافات زيدان ومنحه الثقه للاعبين الشباب، وان هو يبقى هو منافس على الدوري ومتساوي في النقاط مع برشلونه في الصداره، يعني منافس حقيقي على اللقب، كمان يروح ياخد كاس السوبر الاسباني اللي كان فيه لاول مره يتعمل باربع فرق، وفي فالنسيا حامل لقب الكاس، في برشلونه حامل لقب الدوري، في اتلتيكو وصيف الدوري يتفوق على كل الفرق دي وياخد البطوله. اعتقد البطوله دي هتكون حجر زاويه ايجابي لنادي ريال مدريد ونقطه تحول كبيره في الموسم الحالي. اعتقد الثقه دي لو بنى عليها ريال مدريد هيكون منافس قوي جدا وشرس جدا في دوري ابطال اوروبا وفي دوري الاسباني طبعا وفي كاس ملك اسبانيا. صحيح. طيب خلينا سريعا بقى نروح لتقنية الفار واللي هيتم ان شاء الله تطبيقها زي ما سمعنا من بداية الدور القادم في الدوري المصري الممتاز، شايف قد ايه هتساعد؟ اولا في الجولات اللي فاتت شفناها في الدوري المصري في بعض الاخطاء مش عايز اقول فادحه لكنها فعلا اثرت على نتائج بعض المباريات يمكن كان بشكل منها واضح. ما كانتش بس فادحه، دي كانت كارثيه، يعني كان لما في تقول نتيجه اخطاء مباراه يعني استحاله نقدر نتهاون فيها. في بعض الاخطاء ربما تعدي عشان نتيجه المباراه ما تاثرتش، لكن في اخطاء رهيبه جدا، يعني مباراه الاتحاد والمقاولين تحديدا فريقين بينافسوا على المركز الثاني، والاتحاد كان شوط اول جيد جدا وجاله هدف صحيح 100%، لكن خطا من الحكم المساعد رغم انه كان متمركز بشكل صحيح. اكيد هو طبعا ما يقصدش ان هو يخطئ الخطا ده، لكنها اثرت على نتيجه المباراه اكيد طبعا. وفي الاخر المقاولين كسب، يعني الاتحاد خسر، مش بس خسر ان هو هيفوز 3 نقاط، لا وخسر من غريمه المباشر في المنافسه على المركز الثاني، فمباراه ب6 نقاط في لقطه صحيح. زي دي الاتحاد حتى لو كان خرج متعادل افضل كتير من هو خرج اكيد مهزوم ترتيب اكيد. توقف، والناحيه الثانيه المقاولين هل يضيف الفار يعني القليل من العدل لكرة القدم اكيد طبعا المصرية؟ اكيد. التقنيه الفيديو خلاص بقت اصبحت حاجه ملحه في ظل الضغوط اللي موجوده، وكل الناس عايزه تاخد حقها، ما حدش ياخد اكتر من حقه. صحيح. ممكن هدف يكون يتحسب بطريقه غير صحيحه، يكون هدف الكره ما دخلتش او اللاعب كان متسلل تاثر في المباراه، والعكس صحيح هدف يتم الغائه بتقنيه الفيديو يثبت ان هو صحيح، وبالتالي تغير نتائج المباراه. ممكن ماتش المقصه خير دليل، ما فاتش عليه 24 ساعه او 48 ساعه المقصه جاب هدف اتلغى وكان هدف في الاعاده اثبت ان هو هدف صحيح، بعدها جاب هدف مشكوك في صحته. فاعتقد الحاجات دي تقنيه الفيديو هتقلل الكثير من اخطاء الحكام، مش هنقول هتعدمها، نتمنى ولكن في سؤال مهم جدا هتحد منها. يجب الاتحاد الكره ياخد باله منه، هل تطبيق تقنيه الفيديو في وسط الموسم هيؤثر على صحه اكتمال الموسم قانونا؟ صحيح. هل تطبيق تقنيه الفيديو، هي دي النقطه المهمه جدا ولازم نسال عليها. ممكن نجرب الفيديو كحاجه تجربه لحد نهايه الموسم ونبدا موسم جديد،
لكن ادخال التقنيه في وسط الموسم هل هذا لائحيا؟ ما هو برضه يعني ايه يعني ايه نجربه؟ يعني قصدك مثلا في بعض المباريات وبعض المباريات لا، ما هو او نجربه وما ناخدش بيه برضه في التحكيم؟ نجربه صعب. وما ناخدش بيه لو كان لو كان هذا التطبيق القانون او هذا تطبيق تقنيه الفيديو هيكون مؤثر على البطوله لائحيا، وانها قد تعرض للالغاء على شكوى اي نادي بعد كده عشان تطبق في وسط الموسم وبالتالي نص مباراه الموسم. اظن ان اكيد لازم اتحاد الكوره يعمل الخطوه دي ويعرف اجابه السؤال اللي احنا بنساله دلوقتي عشان طبعا ما نتعرضش لمشاكل في المستقبل. بشكرك جدا استاذ عثمان ابراهيم، نورتنا في 7 في 7 على تايم سبورتس.